اليوم بإذن الله في ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء في عمان راح تكون في الجبال في السهول دافئة نسبيا، دافئة في مناطق الغوار وبحر الميت وكذلك مدينة العقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ممكن يكون في نشاط للرياح على فترات، وبالتالي هناك إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية خاصة في ساعات المساء. أثناء الليل أجواء باردة في معظم المناطق، بتكون لطيفة في الأغوار بحر الميت والعقبة. درجات الحرارة العظمى اليوم في عمان حوالي 22، الصغرى حوالي 10، مرتفعات الجبل العالية 22 11، مناطق البادية 25 10، الأغوار 29 17، وفي العقبة ما بين 30 إلى 18 درجة مئوية. غدا الثلاثاء الخامس من كانون أول، أجواء معتدلة الحرارة أثناء النهار في معظم المناطق، بتكون دافئة في الأغوار والعقبة، لكن تدريجيا مع ساعات الظهيرة إن شاء الله اليوم غدا الثلاثاء راح تتكاثر كميات الغيوم مع ارتفاعات مختلفة. إن شاء الله راح يكون فيه هطول أمطار في مناطق متفرقة من المملكة. هذه الأمطار أحيانا بتكون غزيرة في بعض المناطق، وارد يكون في تساقط زخات من البرد، أيضا حدوث الرعد في بعض المناطق، أيضا ممكن تكون الأمطار غزيرة في مدينة العقب وكذلك منطقة البحر الميت. طبعا غدا رياح الجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وأيضا بتكون مثير للغبار خاصة في مناطق البادية، وتؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية خاصة في فترات ما قبل هطول الأمطار. طبعا تحذيراتنا اليوم غدا الثلاثاء تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار قبل هطول المطر، أيضا تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية المناطق المنخفضة، وكذلك خطر الانزلاق على الطرقات. الأربعاء فقط في ساعات الصباح ممكن هطول بعض الأمطار على شكل زخات متفرقة في بعض المناطق الشمالية وكذلك بعض المناطق الشرقية من المملكة. العظمى في عمان يوم الأربعاء حوالي 17، والخميس أجواء غائم جزئيا في معظم المناطق، وتكون باردة نسبيا أثناء الليل وباردة إلى باردة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، والعظمى في عمان يوم الخميس حوالي 17 درجة مئوية بإذن الله.